يختلف، لان راح تزيد عندك الارقام، تاريخ راح يختلف بالتاكيد، والفرق دائما التي الفرق التي تصل الى المباريات النهائيه هي فرق بالتاكيد يعني مختلفه تماما عن باقي الفرق، لانها قطعت هذا الشوط الطويل حتى تصل للمباراه النهائيه، فيكون عندك انت كمعلق حذر شديد، والبحث راح يزيد اكثر عن كل ما هو جديد ويعني مميز بالنسبه للفريقين. علاش قد تاخذ وقت للتحضير على اي مباراه كره قدم؟ والله كابتن يعني انا من المعلقين اللي يحتاج وقت طويل جدا، لذلك دائما تشاهدني يعني ببعض القنوات اذا اعلق اعتذر عن مباراه اذا يبلغوني يعني بالليل، لان راح تكون تعليقي حقيقه يعني عادي وممل جدا، انت لازم بالليل تقصد قبل يوم؟ يعني على الاقل 24 ساعه تحتاج 24 ساعه حتى تعلق يعني. زين، اكو مصادر معتمده بالنسبه للمعلق، احنا هاي شويه جوانب يعني مخفيه عنا. نعم. اكو مواقع موثوقه او مصادر يستسقي منها المعلق معلوماته، لو شلون ممكن واحد يعني تعرف انت هسه بالمنصات؟ نعم. اي شيء ينشر. نعم. هو انت طبعا كل المعلومات هي متاحه للجميع، لكن كل واحد يتناولها بطريقته. نعم. وكل معلق ايضا يختلف عن الثاني. يعني أنا في المباراة الأولى لمنتخبنا كانت عندي معلومة اللي هي أنه عبد الله أبو زمع مدرب المنتخب الأردني كان يريد يلعب للطلبة في فترة التسعينات، لأنه كان يريد يدرس في كلية التربية الرياضية في العراق. نعم. فكان قريب من الاحتراف في نادي الطلبة، لكن طبعا يعني لم يتم الموضوع بسبب يعني إجراءات حكومية. فلما تحدثت مع المعلق الأردني اللي هو بنفس الوقت مراسل لقناة الكاس وكان معي في إحدى البطولات، قال هاي المعلومة مو صحيحة. بينما الآن تحدثت الكباتن، يعني واحد من الكباتن رحيم حميد أكد المعلومة أنه كان موجود. فكل معلق عنده طريقة بالتحضير ويفضل أن يذهب إلى معلومات معينة يعني، وبالتأكيد يوجد هي نفس المواقع، لكن أنت شلون تنظر للأرقام. مثلا اليوم أنا راح أقول أنه إيران خلال البطولة ما حققت إلا فوز واحد على المنتخب السوري ووصلت إلى النهائي. نعم. طيب، شكرا جزيلا لك علاء، واتمنى لك التوفيق.